مساء الخير قصة النهاردة جرس انذار لأي أب وأم بينهم مشاكل ولأي أب أو أم متطلقين بيحدفوا ولادهم لبعض كمان للناس اللي بتهرب من المسؤولية خدوا بالكم هدى بطل القصة حقيقية النهاردة أبوها وأمها منفصلين وشوية تروح تعيش عند أمها وشوية عند أبوها وشوية عند خالها هنا تلاقي زوج أم وهنا تلاقي مرات اب وهنا شباب كتير ده يخنق عليها شويه وده يضيق عليها شويه لحد ما قررت ان هي تسيبهم وتطفش من غير ما يعرفوا مكانها فين هو بعتت تقول لنا بقالي خمس سنين نفسي اقول لاهلي على مكاني وخايفه يقتلوني طب ايه بقى اللي خلاها تعمل كده وايه اللي حصل في حياتها بعد ما سابت البيت تعالوا نسمع القصه من الاول اسمي هدى في العشرينات من عمري اتولدت لأب وأم بينهم مشاكل كل واحد منهم في ناحية عشت مع أمي لحد ما بقى عندي 14 سنة وساعتها أمي اتعرفت على حد وجيت أقدم لها ووافقت عليه قلت وماله حقها ورحت عشت مع أبويا فترة قصيرة جدا لحد ما اتجوزت وأنا سني صغير قبل ما اتجوز كنت بحب شخص وبيحبني بس من كتر العذاب اللي شفته مع مرات ابويا والبهدله اللي اتبهدلتها كان نفسي ابعد عن العيشه دي باي شكل واول ما جت الفرصه اني اتجوز من حد ما اعرفوش قلت اكيد هيكون اهون من اللي انا شايفاه ووافقت على طول خصوصا ان اللي بحبه ما كانش جاهز كان عندي بالظبط 16 سنه وقتها والعريس عنده 32 سنه يعني ضعف عمري قبل ما اتجوز قعدنا مخطوبين سبع شهور بعد ما اتجوزنا اكتشفت انه كان متجوز قبلي مرتين وانا الثالثه كان سهل عنده موضوع ان هو يتجوز ويطلق كمنه بينشن على البنات الغلابه اللي ظروفهم وحشه عشت معاه لمده ثلاث سنين اتجوزنا في بيت اهله كان بارد جدا بني ادم مش طبيعي تتكلمي معاه ما يردش عليكي دايما مهمل في نفسه وفي اللي معاه حياته كلها اكل وشرب ونوم وبس مفيش كلام مفيش احساس مفيش اي حاجه ما كنتش حاسه من ناحيته باي شيء وندمت اني اتسرعت في الجواز ومن كتر الزهق غلطت غلطه انا معترفه بيها بس ما كانتش كبيره بالشكل اللي الناس متخيلاه طب غلطه ايه يا هود اوعي تكوني رجعتي تتكلمي مع الولد اللي كنتي مرتبطه بيه او تتكلمي مع اي حد تاني بصراحة يا سالي كنت بتكلم مع واحد تاني في التليفون بس كان كلامه بس والله العظيم بسبب اني ما لقيتش حب ولا اهتمام من جوزي وكان في فرق سن وبرود ومشاكل لكن ما كانش اكتر من هو مجرد كلام وخلاص لحد ما جوزي عرف وقلب الدنيا وراح قال لاهلي بس تعرفي ايه اللي استغربت له ساعتها يا سالي ان جوزي لما عرف ما كانتش مشكلة أني بكلم حد قد ما كانت مشكلته أني يعني مش بخلف عشان عندي مشكلة في الرحم وعشان النقطة دي بالذات الموضوع وصل للطلاق واتطلقت أبويا ساعتها خد عفشي وحاجتي كلها وراح قال لأخوالي أنا ماليش دعوة بيها أنتوا اللي ربطوها من الأول وأنا ما ربطهاش خدوها خلوها عندكم وخدني خالي وعشت مع مراته وولاده ولاده كانوا كبار واحد منهم حاول يعمل معايا حاجات مش كويسه وانا مش عايزه اعمل حاجه وحشه بعد اللي شفته كنت عايزه اكون كويسه وكل املي اني اعيش سني اللي عمري ما عشته لكن فجاه بقيت انا بالذات اللي تحت المنظار ليه اصلك مطلقه اصلك محسوبه علينا كل ما اتحرك خطوه لازم حد يبصلي لي ويقول لي ما تعمليش كده مش عايزين حد يتكلم عليكي مع ان بنات خالي كانوا في نفس سني مسموح لهم يعملوا كل اللي نفسهم فيه مسموح عشان يجيبوا عرسان والناس تشوفهم وتعرفهم لكن انا مترقبه ومحبوسه وفوق ده كله حتى في البيت مش حاسه بامان انا لما اتطلقت كان عمري 18 سنه حاولت اتعلم حاجه تفيدني وفعلا دخلت معهد قراءات وكنت بحفظ قران وقعدت فتره كده بعدين رجعت كلمت الولد اللي كنت بكلمه فكرت انه ممكن يكون لسه بيحبني بجد ممكن نتجوز فكلمته فتره وبعد كده اهل امي عرفوا وساعتها كان قرارهم انهم يرجعوني اعيش عند ابويا تاني المشكله بقى يا هدى انه مع كل مشكله بتحصل حد منهم يروح حتفك على التاني عشان ايه عشان يريح نفسه من المسؤوليه مع ان المسؤوليه اللي بجد ان هم يربوكي ويخلوا بالهم منك ويحاولوا ان هم يفهموكي غلطك وبالراحه مش عايزه أقولك يا سالي على عيشتي مع مرات أبوي كانت عامله ازاي بعد ما رجعت كانت عيشه كلها ذل ومعايره وابويا كان بيشتمني ويقولي كلام عيب وهنا قررت اني امشي ومحدش يعرف لي طريق وفعلا مشيت واتبهدلت اتبهدلت شويه حلوين وبعد كده قابلت واحده من اللي بيشحتوا في الشارع خدتني اعيش عندها بعد ما طمنتني اني صعبت عليها وهتعتبرني زي بنتها وانا بكيت بكيت لها وقلت لها اوعي تظلميني او تفكري فيا فكره كده ولا كده انا غلبانه ومليش في الغلط وبعد كده ربنا كرمني بحد هي تعرفه وشافني معاها حبني والله العظيم اول ما شافني وقال لي انا نفسي اتجوزك وفعلا اتجوزنا وخدني أعيش معاه في بيت أهله أول ما اتجوزنا كانت شقته على البلاط ودلوقتي احنا مالين شقتنا من كل حاجه هو أبويا وأخويا وابني وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا بس أنا مشكلتي كلها في حاجه واحده إن نفسي أعرف أهلي مكاني وأطمنهم عليا بس خايفه لو عرفتهم مكاني يقتلوني بعد ما سبتهم وهربت من خمس سنين لا حس ولا خبر ودلوقتي ندمانه وعارفه اني غلطانه بس هما اللي وصلوني لكده ومش قادره مش قادره انساهم قولوا اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالته ده. رساله هدى رساله ماساويه جدا ها مش قادره حد طيب هي ضحيه ولا غلطانه طب هي وحشه وتستاهل تتعاقب ولا تستحق ان هي تاخد فرصه تانيه؟ طب اهلها بيحاولوا يلاقوها او موجوعين عليها او 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 ولا خلاص نسيوها ما صدقوا رموا طوبتها زي ما بيقولوا ودلوقتي بقى هدى ترجع وتتاسف لهم على اللي حصل تحاول تروح لهم ولا لا؟ تطمنهم ان هي ما مشيتش في سكه غلط ولا ممكن فعلا ان هم يقتلوها؟ هل هيقتلوها فعلا؟ أنا هو معاهم مش عارفه اسئله كتيره قوي 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 هنحاول بقى ان احنا نفكر فيها مع بعض بس استنونا بعد الفاصل قصتنا النهارده عن هدى اللي عاشت ظروف صعبه جدا بعد انفصال باباها ومامتها عاشت مع مامتها لحد ما الام اتجوزت راحت تعيش مع باباها بعدها مع مرات اب وعشان معامله مرات الاب كانت وحشه جدا رمت نفسها في اول جوازه تجيلها كان عندها 16 سنه لما لقيت نفسها زوجه عايشه في بيت عيله مع زوج كل حياته ان هو ياكل ويشرب وينام مفيش اهتمام بيها قررت ان هي تدور على الاهتمام بالتليفون بتتكلم مع راجل تاني لما جوزها عرف بعت لاهلها وطلقها رجعت لباباها قال انا مش عايزها راحت عند خالها كان في البيت مراقين طبعا انتوا عارفين ومن هنا لهنا طفشت هدى اتبهدلت في الشوارع لحد ما قابلت واحده من اللي بيشحتوا خدتها تعيش معاها وهناك اتعرفت على شاب حبها واتجوزها وخدها تعيش في بيت اهله بقالهم خمس سنين مع بعض هدى وحشها أهلها ونفسها تعرفوا مكانها بس خايفة يقتلوها هي بتسألنا تقول لهم على مكانها ولا ما تقولش وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية زيك يا دكتور أحمد أهلا بحضرتك يا دكتور أسالي حضرتك منورة دايما كده ربنا يخليك على طول إن شاء الله إيه رأيك بقى في قصة هدى والأهالي اللي بيضطروا يخلوا عيالهم يجروا على أي حد بس ما يبقوش معاهم قصة هدى حقيقة هي محطوط فيها عناوين لتسع أو عشر مشكلات بيعاني منها المجتمع باستمرار مشكلات طبعا اجتماعيه يعني منها المجتمع كل حته لو وقفنا عندها وما كملناش م. تصلح ان هي تبقى مشكله في حد ذاتها ونقعد نتكلم فيها حلقه كامله قولي بقى ايه هم يعني قول لي كده بس غير ما تبقى حلقه كامله لا مش تبقى لأ حلقه كامله هقولهم لك على طول اول حاجه التفكك الاسري من خلال آه. آه الاب والام اللي كل واحد فيهم انفصل عن الثاني ثم كل واحد فيهم راح ارتبط بحد وسابوا اولادهم او اهملوهم ده ارتبط بزوجه وهي ارتبطت بزوج ومش مهم الاولاد المهم ان احنا ده بيبقى عنده ولا مفيش مسؤوليه ولا هم كده من الاول و... يعني هي ممكن يكون حاجات كتيره يعني طبعا ممكن م. تكون حته ان هم مش متحملين مسؤوليه الاولاد ممكن يكون حته ان هم خلاص انفلتت بقى من من الزواج ما كنت خلاص خلصت من الزوج ده نفسي بقى ارتبط بحد تاني م. وهو نفس الكلام انا دي اللي كانت تعباني ودي كانت قرفاني فنفسي اعيش حياتي بقى اللي هو بيحلم بيها وعلى فكره بيبقى بيعيشهاش قوي يعني ولا حاجه فيروح يرتبط بواحده تانية على, على حساب اولاده مش مهم الاولاد فهو يسيبهم للام والام تسيبهم للاب يبقى دي لحد ذاتها اول مشكله ممكن نقول عليها تفكك اسره وليه الخال ممكن يعمل كده ان يعني بناته لا خليهم يلبسوا ويعملوا عشان العرسان تشوفهم ويتعرفوا يعني يتعرفوا على ناس جديده و وهي لا عشان اجعلهم مطلقه يعني ده طبعا بالنسبه له علشان طبعا دي مش بنته وفي نفس الوقت وهو حاطط في اعتباره ان دي مطلقه زي ما حضرتك قلت يبقى المطلقه م. دي ما ده عنوان تاني الحلقه تاني عنوان تاني الموضوع تاني المطلقه وكيفيه التعامل معها في المجتمع نظره المجتمع للمطلقه المطلقه دي واحده ارتبطت بواحد حصل بينهم ظروف ما اتفقوش مع بعض اتطلقوا م. فاحنا النهارده لا انا انظر لها نظره مختلفه عن بقيه الناس او عن بقيه البنات دايما بنلومها ونقول ان هي السبب عشان ما حافظتش على بيتها لكن الراجل عمرنا ما نقول عليه كده والراجل ده ممكن يكون هو سبب كل المشكلات وهو كرهها في العيشه ممكن قرار في العيش ممكن يجيب لها مشاكل نفسيه ممكن سنة. هو بوظ الدنيا كلها طب ما هو الرجل اللي هو الاولاني اللي هو الاب ما هو ممكن يكون سبب كل المشكلات اللي حاصله دي في العيله بسبب هذا الاب فاحنا بنقول بقى في الاخر اللي هي مطلقه يبقى هي اللي عليها اللوم طب هو هي ممكن تكون صغيره ما تعرفش مصلحتها فين فبالتالي لما يجي لها واحد عنده 32 سنه وهي عندها 16 سنه ده برضه مشكله ثانيه الزواج من حد اكبر مني بهذا السن وكمان زواج واحده صغيره انا عايز اقول لحضرتك 16 سنه بناتنا واولادنا اللي عندهم هذا السن بتقالي ما كانش بتاله. 16 لان هي بتقول اتطلقت وهي 18 واتجوزت 3 سنين فاكيد كانت 15 كانت كمان أصل يعني احنا بنتكلم أه. على ان الاولاد دول في مرحله المراهقه ولسه بيبتدوا حياتهم وبيلعبوا عايزين يخرجوا فهي بتروح تتزوج وتتحمل مسؤولية فبالتالي يبقى احنا كان عندنا برضو زواج واحده في سن بنت في سن صغيره هتحملها المسؤوليه وزواجها من من هو اكبر منها بمراحل كبيره جدا بس ان هو بارد بياكل ويشرب وينام وبس وبيشتري يعني كانوا بيشتري الغلابه عشان ي... وهي الثالثه الجوازه الثالثه وهي الجوازه الثالثه طب ما عليه يبقى عندنا مشكله كمان ما بيسالوش على الزوج اللي جاي. طب بنتهم ببنتهم ويعرفوا مم. عنه التفاصيل لان هو الراجل ما كانش مثلا بيعمل حاجات في السر ده كان بيتجوز يعني بيتجوز يعني معروف هيوصلوا أيوة له وهي هتعرف من هي الثالثه غير لو ما كانش الموضوع كله معروف طبعا فلو راحوا سالوا عنه كانوا ان هو هيعرفوا طب إيه هو لما انفصل عن اثنين طب ايه الاسباب اللي خلته ينفصل عنهم هل هي بس سوء توفيق ولا هو ولا لما واحده بتيجي تتجوز واحد مطلق لازم تعرف الاسباب من المطلقه نفسها ولا بتعرف من مين لا ممكن تعرفها من خلاله هو اصلا ممكن مطلقه ما تقدرش توصل طب هو اكيد مش ممكن ما يقولش الحقيقه تمام يبقى احنا عندنا في اهل بيستشفوا في كلام كبير يعني هي البنت دي اصلها صغيره قوي ان هي تستشف هذا الامر. يعني هو من كلامه نقدر نستشف الحقيقه؟ إيه نقدر نستشف بعض الحقيقه وممكن ناخد بعض الحقيقه من مثلا واحنا بنتكلم لما نكون فتره الخطوبه بقى معقوله زي ما احنا بنقول فتره الخطوبه ما تقلش عن سنه بنشوف بعض فيها بيحصل تواصل الاهل بيعرفوا الاهل ودول بيدخلوا الطبيعي الشيء الطبيعي اللي احنا طالبينه هيقدروا يوصلوا هو ليه المشكلات اللي كانت موجوده عنده م. انما نروح كده يلا جوازه والسلام وبعدين هي هنا بتقول انا انا اتخطبت سبع, سبع شهور انا متاكد ان السبع شهور ما كانش فيهم تواصل باستمرار يعني ايه شوفها كل ثلاث اسابيع مره يروح يتغدى عندهم <applause> يعني لو كان السبع شهور دي بيشوفها كل يوم كان يبقى في مش هنقول كل يوم بس هنقول يعني بيشوفها باستمرار يعني مش عايز كلمه كل يوم كان كفايه يعني انا انا انا, أنا مبدئي سنه فيعني في وانت طالع كمان في الوقت <applause> الحالي بس هنقول ماشي ممكن كانت تقدر تعرف بس مش البنت دي حد تاني يكون اكبر منها يعني طب السنه دي هيحصل فيها ايه يا دكتور؟ ليه دايما بنقول سنه؟ أه بقول سنه لان احنا معدلات الطلاق مع ارتفاع المشكلات الزوجيه بقينا م. نشوف ان من ضمن اهم العيوب او اهم المشكلات يقول لك سوء اختيار شريك الحياه، ده يعني العنوان اللي احنا بنتكلم يعني لو قعدت سنه ما هيبقى حسن الاختيار بتاع لا شريك الحياه لا هيبقى عندي هيبقى عندي فتره ان انا ان انا حضرتك انا ممكن اخدع حضرتك شويه بمظهري بكلمتين وانا بشوفك فترات قليله، انما لما تشوفيني كتير وتشوفيني في احوال كتيره وتشوفيني وانا متعصب وانا زعلان وانا فرحان وانا ببخل عليكي ولا بصرف عليكي كويس، كل الحاجات دي مع الوقت بيبين على الاقل نقول ايه على الاقل اللي بعمل اللي عليا مش ان انا اروح ايه اتجوز بسرعه وخلاص فبالتالي اعتقد ان هذا الرينج بول سنه فما اكتر كمان في ظل الاوضاع الحاليه م. يبقى مناسب جدا لان احنا مش عايزين نقول ان انا خايف تتفسخ الخطوبه ثم الاقي نفسي بعد كده في حاله طلاق اه طبعا يعني طبعا دي حاجات كلها زي ما حضرتك شايفه حاجات كلها كل ما نيجي نمسك في حاجه هتلاقي ان هي تصلح لان احنا نقعد نناقشها كل شويه وبعدين حته ان هي بقى بتكلم واحد تاني في التليفون ايه اللي يخلي الست ترجع تكلم واحد تاني إيه ما إيه طبعا ما احنا هنقول ان ده غلط عشان نبقى برضو ايه مش, مش ممكن اقول ان ده صح ولا هو ولكن آه انا عايز اعرف آه هو مليون في المية غلط بس آه. عايز اعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي واحده تحلي. اول سبب ما لقيتش الحاجه اللي هي محتاجاها يعني ان هي ما لقيتش الحب والحنان والاحتواء عند زوجها نمره اثنين ممكن تكون هي نفسها منفلته بس البنت دي على حسب اللي احنا شايفينه هي مش يعني الكلام اللي جاي لنا خلبها. منها هي باين عليها غلبانة إنما في الواقع ممكن تكون برضو واحدة منفلتة ممكن تكون زي ما احنا قلنا ما لقيتش الحب والحنين. أي ست صوف. ممكن ما تلاقيش الحب والحنان والاحترام والتقدير ممكن تعمل كده حتى لو كانت هي سوية لا مش اي ست هو في طبعا الناس مم. ممكن تضعف ما هو زي اي حاجه ممكن اتحط قدامي فلوس انا راجل مثلا قوي مش هاخدها واحد تاني يلاقي الدرج مفتوح يروح مادي ايده واخد فبالتالي مش اي ست هيتحط قدامها الحاجه الغلط فهتروح تعملها انما هيبقى في بعض السيدات هيخطئوا اخطاء نتيجه ضعف عندهم ضعف ايمان ضعف كمان خلي بال حضرتك ان في طرف اخر ممكن قوه الضغط اللي هو ضغطها عليها يعني في واحد كده الضغط بسيط في حد تاني مكرهها في عيشتها واحيانا بيبقى عند يعني ممكن تشوفها عشان الزوج عمل كده، الزوجة بتعمل كده، تقولك بلغة دارجة، أنا بربيه ممكن عشان يحرم. ده ممكن يكون احد الاسباب لما مم. اتكلمت مع حضرتك في حلقه من حلقات عن الزوج النرجسي والزوج النرجسي ده بيفضل طول الوقت متملك الضحيه بتاعته عمال ياذي فيها ومش هسيبك لحد ما الضحيه تشرد منه وتعمل ايه كمان هي نفسه بقى وبيعمل. بيبقى عندها حاجه من الاثنين لا تعرف تمشي منه وت... وتسيبه يا يعني اما ممكن برضو تكون عارفه ان هي ما لهاش مكان ثاني ما عندهاش امكانيات ماديه ما عندهاش مم. مكان هتروح له فبالتالي ايه الامل بالنسبه لها المنفذ يظهر لها حد ممكن تتكلم معاه تفضفض له له تضعف كاس. قدام وهكذا ده اللي بيحصل للاسف طب انت كان جوزها ما تعاملها كويس وعاملها بحنان وباحتواء الست هتدي لك افضل ما عندها لو هي مم. طبعا ست سويه محترمة كده هتديك افضل ما عندها وهتكون شايلك في في عينيها زي ما بيقولوا انما لا انا هروح اذيها واتعبها وبتاع وهتفضل زي كده ومش هسيبك ومش هطلقك ومش هعملك طب وفي الاخر ما هي هتعمل حاجه يعني لو طب. هي ضعيفه هتعمل ممكن تعمل حاجه غلط بس خلصة. هي بتقول هو ما طلقهاش بقى عشان هي كلمت حد طلقها عشان عارف ان هي عندها عارف ان هي عندها مشكله في الرحم ومش هتخلف يعني هو ده اللي هي بتقوله انا يعني الحته دي من كل الكلام بتاعها عجبني بس الحته إيه دي يمكن يمكن اقول ان هي لا اصيه الطلاق فزمن بع... مباشره بعد ما عرف يعني مم. بعد ما عرف الموضوع راح طلقها حتى هي ما ذكرتش قصه عدم الخلفه دي في معرض الحديث بتاعها كله غير حلص. بعد مكالمه التليفون اللي اكتشفها آه. فبالتالي انا شايف ان هو يعني يا اه كان عارف المشكله وكان ساكت لكن وكمان بقى بتتكلمي واحد في التليفون طب يعني انت مش كفايه اللي انت فيه طب هو كان عايز اصلا يخلف منها تفتكر لما هو ما خلفش بتاليم الاثنين اللي فاتوا ما قالتش حاجه ما قالتش حاجه مش عارفين هو خلف منها ولا هو, هو عايز يخلف ولا لا بس هو مم. في الاخر يعني حط لها بقى الحته دي ان انت ما بتخلي فيش أو في احتمال ان انت تكوني ما بتخلفيش مع ان انت كمان بتكلمي حد كمان يبقى بالسلامه اتفضلي روحي عند اهلك هو تصرف فضلها. تصرف سليم، تحليلك ايه لشخصيته؟ لا شخصيته هو انسان مستهتر غير متحمل للمسؤوليه، شخص اناني، شخص ما عندوش يعني احترام للطرف الاخر لانه عمال يتجوز ويطلق ويجوزها وهي كمان بس هو ما هو كان عارف ان جديدة. هي بتكلم حد التصرف الطبيعي راجل بيبقى ايه؟ يعني تصرف الطبيعة هو هو ان هو يعني يا يعني هي هيطلقها يا يعني اما هياخد منها موقف يعني غالبا هيكون الطلاق يعني انا المواقف اللي زي كده اللي مرت بيا ان انا سمعت عن هذا الامر يا بيكون الطلاق يا بيكون مشكله كبيره جدا ما بتعرفش تتسد غير بعد فتره طويله جدا ان هو يبتدي يهدى ويبتدي يستعيد الثقافه في رجاله بتهدى وتستعيد آه في بعض الشخصيات بيراعي مبدئيا العشره وان هي لو كانت بتتكلم في حاجه بسيطه وما دخلتش في هي بتقول كلام في مش مش آه. علاقه او خروجه او 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 آه يعني, يعني كلام كلام عادي ممكن تقول له انا عندي ظروف وحاصل انت سايبني وانت مش عارف ايه مع انه عنده عشره مع انه عنده اولاد منها م. مع انه ممكن يكون بيحبها فهو يشوفها في الاخر يشفق عليها ولكن طبعا بمحاذير كتيره يعملها وبتنازلات كتيره لازم تقدمها له عشان هي غلطت فبالتالي لازم تدفع ثمن غلطتها دي قدامه فممكن يوصل لهذا الامر انا يعني عشان اكون صادق هو مر بيا بي هذا الموقف من بعض الشكاوى في رجاله بتسامح اه في رجاله بتسامح في رجاله بصراحه هو حتى صفات الشخص اللي كده دايما الزوجه بتقول عليه ان هو مشكلته معاها ان هو طيب زياده عن اللزوم متساهل بس بيذلها بعدها بقى وكده لا الشخصيات الطيبه دي ما بتذلش ما بتعرفش ما بيعرفش يغير شخصيته عشان كده ولكن بياخد منها ضمانات شويه بيضمنها اكتر بيبقى بيبقى محب فيه للدرجه دي؟ بيبقى في البعض عنده هذا هذا الشعور ولكن انا دايما بنتكلم ان ده قله قليله الغالبيه هيطلقها يعني بقول لحضرتك يعني الغالبيه على طول مع ان هيطلقها. في مجتمعنا بتلين موقف بيتعكس يعني الست بتسامح من غير ضمانات من غير اي حاجه و... اه ده للاسف هو بيروح عندي البيت وبينام جنبي وقاعد مع العيال وبيحبني انا دي مجرد نزو طبعا في طب الستات عندها التسامح اعلى من الرجاله على حسب الموروثات اللي هي ورثها اجتماعيا اه يعني نتقل. لو المجتمع كان بيقول انه انه الست زي الراجل او الراجل زي الست كانت هتختلف كانت هتختلف وعلى فكره وهو بره يعني بره اللي هم ممكن مثلا عندهم ظروف ومعتقدات اخرى عندهم الخيانه دي شيء يعني صعب التسامح فيه للتنين. بالنسبه للاثنين طبعا احنا عندنا هنا المراه عندها موروث اجتماعي ان معلش فوتيله ان هو ان هو كان احسن ما يتجوزها دي ازمه أو منتصف العمر يا اخويا كويس أوه، أوه، ان هي جت <applause> على مكالمه قلت لك كويس ان هو كلم واحده بس فعلا وبعدين ممكن نقول هو كان ممكن يتجوزها طب كويس ان هو كلمها كلمتين وما يتجوزهاش خلاص انت تقدري ترجعيه انت اللي تقدري مش احنا عندنا كده فعلا في المجتمع تقول لك ما يعرف واحده عليا اه لكن يتجوز ويجيبها لي طول العمر لا هقول لحضرتك ليه هتخش نصحة معاها هتخش مم. معاها في حقوق هتخش معاها في ان هي تخلف وتبقى زيها زي النهارده دي تقدر تقول له ما تروحلهاش بعد كده هتبقى مراته وانا ليا زي ما اه زي ما انت بيقعد معاكي هيقعد معايا معاك زي ما بيديكي هيديني انما هي كده بالنسبه لها حد قليل كده ايه تهشه كده بالراحه وتمشيه في ثانيه فبالتالي الناس وعندها احسن وتفسيرك ايه بقى لشخصيه الولد اللي هي كانت زمان خالص لما رجعت تكلمه تاني افتكرت ان هو والله هو ولد بيتسلى يعني قد يكون مم. بيتسلى قد يكون بيستمع إليها وخلاص قد يكون هي بتفضل فضله صعبان, صعبان عليه ما أنا مش عارف برضو الولد ده ما عليه كلام كتير جدا غير أنه هو موجود دايما في حياتها يعني كان عايز يرتبط بيها وما ارتبطش وبعدين اتجوزت واحد فضل يكلمها وبعدين اتطلقت منه وبعدين راح برضه بيكلمها فاعتقد ان هو يا اما هي صعبان عليه بيسمع فضفضتها وبيتكلم معاها وبيديها بعض النصائح وبعض الافكار يا اما ممكن يكون هو بيتسلى بيها بيضيع او يا اما برضه ممكن يا دكتور يعني تبقى موروثات في المجتمع ان هو لسه ما دخلش دنيا زي ما بيقولوا او ما اتجوزش قبل كده ما ينفعش يتجوز مطلقه ما هو ما رضاش يتجوزها برضه وهي في الاول يعني في الاول هو اتاخر عليها راح ما كانش جاهز لكن ممكن يكون جاهز بس انا اتجوز واحده مطلقه ليه؟ طبعا بتبقى زي ما ممارسات المجتمع م. عندنا ان ده يبقى فيه مشكله جدا مع ان ممكن تكون المطلقه دي ما هي ما وسنها اصغر من سنه واتجوزت فتره قليله ايه المانع ان انا ممكن أرتبط بيها لا انت ما ينفعش واحد المفروض أهلها كانوا يتعاملوا معاها ازاي من اول ما اتطلقت إيه المفروض اهلها كانوا يتعاملوا معاها بالاحتواء واحنا دايما بنده احنا بنتكلم على قصه المراه المطلقه تعامل الاهل معاها يا جماعه تعاملكم مع المراه المطلقه لما ترجع لكم يا ريت ما نقعدش انت رجعتي معناها ان انت جايه بقى تشاركينا تاني في حياتنا احنا مش عايزينك انت ما تلزمناش هي عملوا كده احنا مش عايزينك تفضلي مع السلامه صحيح. في ناس بتقعد معاهم في البيت بيكرهوها برضو في العيشة هي طلقت رجعت لكم دي بنتكم محتاجة احتواء محتاجة حنان محتاجة ان احنا نتكلم معاها بحنية شوية وكمان نعرف ان هي ممكن بتمر بأزمة مم. نفسية شديدة بتمر بجراح كبيرة ما تعمقوش الجراح اكتر من اللي هي شايفاه ما تخلوهاش ان هي لو عندها ازمه وتعدي لا تبقى محتاجه علاج نفسي تبقى طبعا. محتاجه تبقى تشعر ان هي يأس تشعر ان هي جوزها مش او ان هي مرغوبه بقى تاني في الدنيا بقى وانه في حنان وفي امان وفي وفي وفي, وفي ممكن تاخد فرصه تانية حرام لانه فرصتها قبل طبعا. كده باظت تاخد تاني طب انت رايك حتى باباها لما قال لهم انا ماليش دعوه بيها انتوا اللي ربيتوها يعني مه... الاول ده من اول القصه هو نص بابا ده مفقود فيه الامل من الاول اساسا من ساعه ما هو هو سبب المشاكل دي كلها انا اعتقد بابا طب ده اب يستحق ان هي تدور عليه وتشوفه انا عشان كده لو حضرتك كنت طبعا انا عارف ان هت... هتساليني احنا نديها راي ايه لا انا مش معاها ان هي تدور على اهلها اكتر من ان هي ممكن تتواصل معاهم تليفونان من رقم هم ما كلموهاش فيه لو هي مشفقين قوي هي مش شوق قوي ان نفسها تتواصل معاها ده انا يعني اسمح لي ان رايي هيبقى عكس رايك ان هي لا طيب تجارب. حضرتك قولي رايي اللي انت عايزاه انا بقوله وبقول رايي طب ليه ع... رايك لا علشان دول مش اهل علشان هي لقت بس ده ثواب لقيت لقت عند واحده ممكن تكون معلش انا اسف بسيطه مش هقول شغلانتها متسوله ما عندهاش امكانيات ماديه مم. اضطرتها لحاجه ان هي تنزل لقت عندها الحب والحنان والدفء اللي ما لقيتوش عند اهلها كلهم يعني انا ما ينفعش حتى ولو مره في السنه انا تب... قلت اتكلم لا اشوفهم تشوفهم محتاجين ايه تشوفهم او تشوفهم هم ما يعرفوش مكانها انا موافق انما ان هم لأن غالبا هيعملوها ايه؟ هيخربوا عليها زي ما خربوا عليها قبل كده وزي تعاملهم ما خربوش خيفين. قبل كده هم ما صدقوا خلصوا منها ده هم لو خربوا عليها هترجع لهم تاني. ما هو ما هو حضرتك وجود وجودها معاهم دايما كان هو دايما العنصر اللي بيخليها تتحرك ناحيه الحاجه الغلط هي م. لما تسيب البيت وتمشي تدور حياتها تروح عند واحده بتشحت في الشارع تعيش معاها هو م. ده كده هي لقت ايه عند اهلها يوصلها لهذا الامر؟ ولا حاجه بس انا قصدي ان هي تعمل الـ 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 يعني اضعف الايمان انه بس او الدو من الناحيه الدينيه و... حضرتك بتتكلم عليها من الناحيه الدينيه انا بشوف انه إن... عشان ميبقاش عقوق بس هم يعني مع احترامي ليهم لا ما آه الأهل عشان يعني يعني اهل القلب يعني احنا بنتوسع اه معلش انا طبعا اكيد مش عالم ديني واكيد في ناس كتيره ممكن تتكلم في الموضوع ده افضل مني ولكن احنا بنتوسع في, في في مو في موضوع العقوق ان انا باجي على الضحيه واقعد اقول له اضغط على نفسك علشان تبقاش بتعمل عقوق طب هم اهلها اللي هم اللي عقوها قبل ما هي تعقهم في في كل تعاملاتها معاهم فحضرتك طبعا نمسك العصا من النص انا وافق على رايك جدا م. ان هي لو تزورهم مره كل فتره أيوة مره في السنه تتواصل معاهم تليفونيا لو لقت منهم ان هم هيرجعوا هيضايقوها ويحصل من وراهم مشكلات م. ممكن ان هي تبتعد عنهم انما لو ما لقتش هذا الامر تكمل معاها انما هي انا حاسس ان هم هيصدقوا ان هم خلصوا منها ان هي اتجوزت وخلصوا وي وي وي. يعني خلاص انه بس تطمن قلبهم وخلاص يعني ما ولا هيقتلوها يقتلوها ليه يعني آه. بتقولوا ما هيقتلوني يقتلوها ليه ولا هيتروا ولا يعملوا حاجه وحضرتك كمان بتستخدمي كلمات كبيره مع ناس ما تستحقش هذه الكلمات حضرتك قلت اطمن قلبهم يا ريت هم كان عندهم قلب اصلا يا ريت ان هم <applause> قلبهم ده يكون محتاج ان هو يطمن على بنتهم اللي سابوها تموت سنه عليهم عاي... على فكره يا دكتور حضرتك مشتاقه عليهم من ايه طيب إنه ممكن يكونوا هما برضو شافوا تربيه مش سليمه فعملوا كده اه طبعا بس احنا في الاخر يعني ده عدم درايه وجهل وما ايه الباك او الخلفيه بتاعتهم لما يبقى خال مقعدها مع شباب انتوا بتعملوا ده من امتى احنا بنقعد بنات مع 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 رجال؟ ده احنا حافظين أنه ما بنبدش في بيت في رجاله او في بيت في اب او في بيت في اخ او في بيت في خال أو, او وخلي بقى حضراتكم هم مش مش مدركين ما بيعملوا مش ايه مش مدركين ولما الولد اللي هو ابن ولما هربت ما دوروش عليها ما ده اللي عشان كده بقوله مش بقولك ده ناس انا صعبانين عليا والله هو ولا حد منهم هيشوف راح طبعا في حياتهم اكيد وهم مش شايفين راحه والتقلب ده في حياتهم م. بالشكل اللي احنا شايفينه يعني اول حاجه الخال ده ابنه ولد مجرد ما جات له بنت في البيت وبنت خاله ولا بنت عمته مفترض إن هو, إيه إيه والله. إيه إيه ولد ولد ان هو يحل عليها إيه 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 ولد ولد باين عليه ان هو مش متربي ما هو اكيد برده حتى لو احنا حطيناهم مع بعض في بيت واحد هو مش المفترض اول ما اولادي هيشوفوا حق يبقى خلاص لازم لا بس الواحد بيبقى عارف ولاده كويس قوي طبعا عارف اولاده يعملوا ايه وما يعملوش يعني حد ممكن يجي يضحك على امي ولا ابنك عمل كذا وهي مش تبقى عارفه لا طبعا انت اللي مربيه وانت اللي عارفه لا طبعا اكيد ده, ده هيبقى عارف ان الابن ده ممكن يضايقها هو. بس هو ما اعرفش هو ازاي تبرع ان هو ياخدها برضو ما هو بستبرد. ممكن برضو خاف عليها من الشارع اللي هي وصلت له برضو في الاخر خلي بال حضرتك القصه بتاعت البنت هدى اللي انا اقول عليها هي مسكينه فعلا وفعلا آه. ضحيه كان ممكن تنتهي نهايه ماساويه البنت دي لقت واحده تحتويها طيبه حنينه عملتها بما يرضي الله لا اوعي تفكري فيا حاجه وحشه اوعي تفتكري ان انا طيب وحش. افرضي بقى حضرتك كان حصل عكس وهي تواصلت مع واحده سيئه ضحكت عليها وقالت لها ما تخافيش وبتاع خدتها مشيتها في طريق مش كويس او علمتها حاجه مش كويسه او علمتها حتى التسول وبقت صح. في الشارع بهذا بهذا الشكل طب احنا ما افترضناش ان هي ممكن كانت هم عارفين ان بنتهم وهي بتواجه الشارع بتواجه كل الاخطار م. فبالتالي هي, هي, في مفهوم الشارع الست دي انقذتها لو ما كانتش انقذتها كان هيحصل لها بلاوي كتير عايزه احييها على موقفها الموقف موقفها نبيل زى ما بيقول طبعا جدعه طبعا بس والجدع التاني اللي هو الولد جز... اللي شافها جوزها اللي شافها على اللي طول خدها الاهل و... و... وبقى ما عملش الحاجات اللي احنا قلنا احنا بنقول فتره الخطوبه ما تقلش عن سنه ونعمل هو ما عملش الكلام ده كله في, في نفس الوقت عمل ايه احتواها وحبها واحترمها. لانه في في حاجات مش مع قاعده بس بتلاقيها فعلا اجمل طبعاً. مما ما قلنا يعني طبعا وما قالهاش انت مرميه في كذا وانت اتطلقتي وما عملهاش اي حاجه من اللي ممكن يكون اتعيرت من اهلها بسببه ما عملهاش صح. اي حاجه قال لها انا لقيتك متسوله ولا لقيتك مع واحده مثلا الشارع كل الكلام ده ما عملوش احترامها قدرها ادها حنان وادها حب وادها اللي هي مش لاقيه عند اهلها كلهم خدتهم من واحد بس ولما عملت لما عمل هذا الامر ده بقى انا اقول لحضرتك اهو يعني من هنا ل سنين جايين وانا ما اعرفهاش ولا عمرها هتكلم حد في تليفون ولا عمرها هتروح تعمل حاجه غلط وهيبقى هو ده سندها وده ظهرها وده حبيبها وده كل ما ليها في الدنيا لانه كلمه السر تنسي. بقى في ايه؟ كلمة السر في, في الاحتواء وفي الاحترام وفي الـ صح. الـ قالت كلمة مهمة جدا على على جوزها الأولاني هو حضرتك احنا دايما بنقول الاهتمام ما بيهتمش بيا وما بيهتمش بنفسه في ناس ما بتهتمش بالزوجة في ناس ما بتهتمش بنفسها بعد الجواز جوزها الأولاني كان الاثنين جوزها الثاني بيهتم واضح انه بيهتم بيها وبيهتم بنفسه يعني لقيت عنده اللي هي مش لاقياه عند حد تاني او ما لقيتوش عند اهلها كلهم مفيش واحد من اهلها نصفها في القصه اللي هي حكيتها قالت عليه انسان كويس وواحد تاني جالها من الشارع زي ما هو ده يعتبر برضه جالها وعرفها كده ما عرفها من الشارع ما قالتش عليه كلمه وحشه وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ ربنا كرمه وكرمها بجوازه منها فربنا كرمه برضه ماديا لان مم. الكرم المادي انت هو تفتكر ان انا هروح اشتغل فاجتهد فيجي لي فلوس لا طب ما غيرك بيشتغل ممكن يكون اكتر منك انما انت في حاجات تانية بتعملها كرم من عند ربنا بقى ما نبقاش عارفين هو انا لما سطر بنت زي دي واسترها وما ما هو خلاص هو لك كانت على البلاط دلوقتي فرشناها من كل حاجه طيب وهو عشان كده علشان كده ربنا كرمه بهذا الامر وكرمها بهذا بهذا الشخص بس احنا قلنا, بقى انا أختم معاك بحاجه ان هي تسال على اهلها وتكلمهم حاضر انا كنت انا غير رايك كده كنت داخل الحلقه اقول ما تسالش بس انت حضرتك لا اديتيني كلمه برضو حلوه في الحته ان هي ولو مره تجرب لقيت العمليه كويسه هنمشي بعد كده ونتعلم من حضرتك دكتوره خلاص انا اشتغل دكتوره بقى لا هتعلم من حضرتك دكتوره من حضرتك على طول نورتني يا دكتور شكرا جزيلا شكرا جدا بشكرك استنونا بعد الفاصل واستنينا يا هدى عايزه اتكلم معاكي شويه ما فيش بنت في الدنيا ممكن تفكر انها تهرب من اهلها الا لو كانت شايفه ان نار الشارع ارحم من جنتهم هما خصوصا لو كانت بنت لسه صغيره معها الشهاده مبتشتغلش ومعهاش مهنه وقبل بقى ما نمسك الحكايه من الاخر ونلوم هدى ونعاتبها على انها هربت وهي اصلا ندمانه فاحنا مش بنجلد حدنا في قصه حقيقيه بس لازم نمسك الخيط من اوله ونشوف طب هي هربت ليه؟ هي مثلا ما هربتش من اهلها عشان عايزين يعلموها كويس ويعرف رافضه ان تتعلم ولا هربت عشان اهلها عايزين يجوزوها من عريس كويس ومن عيله ومتعلم ومستقبله حلو وهي مثلا ما تحك عليها من واحد تاني بتحبه وهربت معاه بالعكس اهل هدى هما اللي وصلوها ان هي تتجوز اول حد خبط على الباب عشان تهرب منهم زي قصص كتير بنسمعها حبت تهرب فتجوزت اكتشفت ان هي خرجت من مشكله كبيره لمشكلة أكبر أكيد هي تصرفت تصرف مش صح وما يصحش وغير لائق لما اتكلمت مع ولد تاني وهي على ذمة راجل بس هي من الأول كانت تربيتها عاملة إزاي طب مين علمها الصح من الغلط طب مين احتواها مين ادها حب ومعاملة كويسة وحنية عشان يخليها ان هي شبعانة وما بره هو ده كانت طفلة ما لقيتش الحب والحنان في البيت ولا بيت ابوها ولا بيت امها ولا حتى بيت جوزها ولا بيت خالها ما لقيتش حد بيربي ويعلم مستنينة تطلع ازاي طب تتصرف ازاي وبعد ما اتطلقت من جوزها اللي اكبر منها بستاشر سنه اللي بيتجوز الغلابه عشان يبيع ويشتري فيهم ما حدش حتى حاول ان هو يحتويها يشجعها يفهمها كان عندها استعداد أنها تتعلم وتحسن من نفسها وراحت فعلا اشتغلت على نفسها ما حدش حاول يقول دي لسه صغيرة معلش يا جماعة مراهقة عشان كده كان عندها أمل إن الولد اللي اتكلمت معاه إنه ممكن يتجوزها تتجوز المرة عن حب وتبني بيت كويس وزي كل البنات تاخد فرصة حلوة وتعيش حياة كريمة وأهلها كان كل همهم إن هو كل واحد يتخلص من مسؤولياته ما حدش فاضي ربي وما حدش عنده استعداد إنه يسمع ولا يعلم وده غلطانة ما حدش قال إن هي مش غلطانة كلنا بنغلط بس ما حدش فكر ان هو يحضنها او يقول لها اللي عملتيه ده غلط يا حبيبتي او يفهمها بالراحه. وصلوها ان هي تهرب تعيش مع واحده متسوله في الشوارع بتشحت عادي جدا ولقيت نفسها ان هي لما هربت انه الشارع احن عليها من اهلها ودي مشكله كبيره. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه انتوا عارفين ان كل يوم خط نجده الطفل بيستقبل شكاوي عن هروب اطفال من اهاليهم بسبب العنف الاسري بيفضلوا قاعدين في في المواصلات او في الشوارع. يا ريت يكون اهل هدى سامعيني دلوقتي وكل اهل بيتصرفوا نفس تصرفاتهم دي يعرفوا ايه اللي هيحصل في الاخر الاب اللي متجوز وعايش حياته والام اللي متجوزه وعايشه حياتها حدش دريان ولا فارق مع الاطفال بتخلفوا ليه وانت يا هدى دلوقتي بقيتي متجوزه في عصمة راجل كويس ما شاء الله كبرتوا سوا وبتكبروا كل حاجه سوا فكري انت وهو ان انتوا تشوفوا حد كبير من اهلكم او من البلد عشان تكلموه وتوسطوه متهيألي حتى بعد كل اللي حصل ده اكيد مامتك عايزه تشوفك ممكن يكون كمان باباك عايز يشوفك اكيد الخمس سنين دول ممكن يكونوا غيروا فيهم اي حاجه يا رب ممكن تكوني وحشتيهم وأنتي بنتهم في الاخر واكيد مش مش هيقتلوكي يقتلوكي ليه مش جايز يفرحوا بيكي ويبسطوا بيكي جربي مش هتخسري حاجه هو تبقي خدتي ثواب واديكي سمعتي كلامي دلوقتي وسمعتي كمان دكتور احمد علام قالك ايه في الفقرة اللي فاتت سمعتي إيه؟ إنه العقل بيقول لك إيه فكري وشوفي قلبك هيقول لك إيه وهستنى منك رسالة بجد عايز أعرف وطمنيني عملتي إيه هستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسمعوا قصة هدى يقولوا هدى تعمل إيه تروح ولا ما تروحش ممكن الأهل فعلا يضطرونا في يوم من الأيام إحنا نسيبهم ونمشي مش عارف بس مستنياكوا تقولوا لنا مستنياكم في قصة جديدة بس تكون قصة حقيقية... باي باي